أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله